صبحكم الله بالخير، يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. انا وين؟ انا موجود في لوا مباشره عند دوار لوا. في خاطري كلام ابغي اقوله ومن زمان. انا اعتقد ان اهالي ولايه لوا اكثر ناس يغيرون تواير مواترهم عشان هذا الشارع. يا جماعه الخير، الوضع يعني حتى الواحد يستحي يتكلم فيه، وصار له فتره. اولا الشارع قبل الدوار ولمسافة تقريبا كيلوين كله مكسر، الجهة اليمين السيد اليمين كامل الشارع مكسر، ما يصلح انك انت تمشي على هذا الشارع. والله العظيم لو تشوفوا وضعية الشارع حرام ان الواحد يعني يقول طول هالفترة هذه هذا الشارع ما تعدل قبل الدوار وحتى بعد الدوار لمسافة تقريبا كيلو كيلو ونص. هذه شغلة. الشغلة الثانية، هذا الشارع تعال، هذا معقولة شارع مؤدي وحيوي؟ يعني أكثر شارع يمكن تمر عليه السيارات. أولا ما في شيء واضح، اللي جاي من هني ما يعرف وين يروح، اللي جاي من هناك ما يعرف وين يروح، وكل واحد ما يعرف وين يروح، اللي جاي من هني ينتظر واللي جاي من هني ينتظر. هذا ما عندنا مشكلة، يمشون هالشباب وتروح. لكن شايفين هذا حال الشارع عند الدوار مباشرة وجانب البلدية. هذا الشارع متكسر بالكامل يا جماعة الخير، يعني شيء بسيط جدا، شغلة ما تكلف ولا تاخذ وقت. كل ما في الموضوع ان احنا على الاقل يعني نتكلم في هذا الموضوع على اساس يتم انجاز هذا الشيء. وين اعضاء مجلس الشورى؟ وين اعضاء مجلس البلدي؟ وين مدير البلدية؟ انت وين؟ كيف تداوم؟ انا مستغرب مدير البلدية وانت تداوم ما تمر على هذا الشارع، ما تشوف هذا الشارع، من وين انت؟ انا ما اعرف كيف. كل يوم الصبح، كل يوم الصبح المفروض انك انت تعرف ان هذا الشارع يحتاج الى اصلاح. يعني في حملات قبل الترشح والولاية اكبر همنا، والولاية من ضمن اولوياتنا، ونحن سنخدم الولاية، واحنا ما راح نقصر مع الولاية، ونخدم مواطنين الولاية، وسنقوم بمواشدة السلطات. كله حط الولاية وابناء الولاية في المرتبة الاولى. شارع ما قادرين تصلحوا، شارع وين نخدم الولاية؟ فايش تخدم الولاية؟ شارع، شارع والله ما يكلف، وفي يومين ثلاثة أيام بيخلص. وشغلة بسيطة، شارع حيوي، حيوي يعني من أكثر الشوارع اللي يتم استخدامها، لا من شاحنات، لا من مواطنين، لا من مواصلات، لا من نقل، لا من أي شيء. ناس رايحة المدينة، مدينة الأحلام، ناس راجعة منها، عدد سكان كبير جدا. ما يصير يا جماعة الخير كل هذه الحفر موجودة في مباشرة عند الدوار. هذا واجهة الولاية، يعني ما عندنا واجهة، واجهتنا هالدوار. بعد يطلع شكله كذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.